بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسائل يسأل يقول: هل الدم الذي يخرج أثناء عمل الحجامة ناقض للوضوء؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فخروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من مخرج البول أو الغائط، والله أعلم. قال: وأيضا الدم الذي خرج من مجرى البول للمرأة إن كان استحاضة فلا ينقض الوضوء، إنما عفوا ينقض إذا كان حيضا بالإجماع. هل الحجامة تفطر الصائمة؟ الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وذلك لحديث أنس: يا أنس، أكنتم ترون أن الحجامة تفطر الصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وقد وردت رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورواية من نفس المخرج أنه احتجم وهو محرم. فالبعض يقول: لا مانع من أن يكون محرما صائما، والله أعلم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فمن العلماء من قال هو مؤول، ومنهم من قال إنه منسوخ، والله أعلم. المسافر 6 أيام، هل له أن يجمع؟ اختار ذلك بعض أهل العلم، وأكدوا الاختيار إذا كان مترددا، سأرجع غدا أو بعد غد، فإنه ما دام مترددا فإنه يقصر الصلاة ولو طال الزمن، والله أعلم. أما إذا نوى 6 أيام أو 7 أيام، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم بعد اليوم الثالث، وقال آخرون أنه يبقى على قصره إن شاء، والظاهر الثاني، والله أعلم. حديث: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل ثبت أن الملائكة ستحاسب الخلق يوم القيامة من دون الله؟ لم يرد شيئا في هذا. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولكن الذي قد ورد في هذا نحو قوله سبحانه: أعرضوا عليه صغار أعماله وأخفى عنه كبارها، فمجرد عرض، والله أعلم. يقول: نعم. أوردوا دليلا؟ هل يجوز للمخطوبة وقد تمت خطوبتها أن تجلس مع الخاطب بالزي الشرعي وفي وجود محرم لعلة من العلل بعد الخطوبة؟ نعم، يجوز ذلك، والله أعلم. الراتب الصحفي الذي يعمل في قناة الجزيرة حلال أم حرام؟ إذا كان ينشر خيرا يساب على ذلك ويشكر عليه، إن كان يزيف وينشر باطلا يأثم، والله أعلم. رجل حضر خطبة الجمعة ثم أحدث أثناء الصلاة فذهب للوضوء وفاتته الصلاة، هل يصلي ركعتين أم يصلي 4؟ الظاهر أنه إذا فاتته الصلاة تماما صليها ظهرا عند الجمهور 4 ركعات، أما إذا أدرك الإمام ولو في أي شيء قبل التسليم يأتي بركعتين على المختار لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والله أعلم. يقول:
هل لي أن أشترط على العامل إن لم يصلي أن يترك العمل؟ لك ذلك، أنت صاحب العمل وأنت المتحكم فيه. ما حكم سفر البنات للتعليم والإقامة بالمدينة الجامعية إذا كان ثم محرم سيوصلها ويرجع لأخذها؟ فلا بأس، لأن المحرمية تتطلب أثناء جد المسير، أما عند الاستقرار في المكان الآمن فلا بأس، فلا تلزم. فمثلا افترض أنك ذهبت للعمل في دولة أجنبية أو دولة مسلمة في السعودية على سبيل المثال، واستقررت في الرياض مثلا أنت وزوجتك، وبدأ لك أن تسافر من الرياض إلى ماليزيا، هل يجوز أن تترك زوجتك في المكان الآمن في الرياض هي ليست بلدتها الأصلية وتسافر؟ نعم لك ذلك ما دامت الفتنة مأمونة. ما حكم من يتكلم في الأذان أثناء الأذان، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، بعدها يقول لجاره اسكت يا أخي صوتك، يكلم شخصا، ذلك جائز مع الكراهة والله أعلم. نعم المستمع له أن يتكلم. بماذا نرد على من يخوض في أهل العلم بسبب عدم تحدثهم في الأحداث الجارية؟ يعني لا تقل بماذا نرد، يعني عفوا ترد بأن تقول كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وكما سلف مرارا فإن كثيرا من الشباب يريدون أن يأطروا العلماء على أن يقولوا بالذي يهوونه ويريدونه، وإما أن تأتي بما يوافق الهوى وإما أن تذم. وأنت في هذه الأزمنة لا تستطيع أن تقول قولا يرضي الخلق كلهم، ولا في زمن الرسول، الرسول محمد يقول قولا المؤمنون يؤمنون والكفار يرفضون والمنافقون يظهرون ما لا يبطنون، لأن الخلق أطوار، الخلق أطوار، فقد يكون لعالم نظرة تختلف عن نظرتك أنت وتختلف عن نظرة غيرك، فلا يلزم أن ينزل العالم على رأي الشاب ويتكلم بالذي يهويه الشاب ويرضي الشاب، إنما يرضي الله قبل أن يرضي الشباب، يرضي الله قبل أن يرضي الشباب. هذا الذي ينبغي أن يجاب به، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وهو من وراء القصد. ولا يقر أحد أبدا، أعني لا يقر عالم مسلم يعرف حدود الله ويعرف كتابه ويعرف سنة رسوله الأنظمة الديمقراطية ولا الأنظمة الاشتراكية ولا الأنظمة الليبرالية التي تخالف الكتاب وتخالف السنة، لا يقر ذلك أحد، وإن كان الذي قال بها ناس كنا نحبهم أن نتوقع منهم الخير. فلا يقر أحد أبدا الديمقراطية، ولا يقر أحد أبدا سيادة الشعوب، ولا يقر أحد أبدا قتل امرئ مسلم بغير حق، ولا جرح امرئ مسلم بغير حق، ولا اغتياب امرئ مسلم بغير حق. بارك الله فيكم، هذا كلام مجمل والتفصيل له وقته إن شاء الله تعالى. يقول ما ذكرتم هل بدن الإنسان يوزن يوم القيامة؟ قلت قال بذلك عدد من العلماء ومن أدلتهم حديث يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فقد يجسد الشخص بنفسه يوزن، لكن على حسب إيمانه يثقل، على حسب تقوى يثقل، على حسب عمل الصالح يثقل ميزانه. وحديث ابن مسعود، لكن الأخ يقول إن
دقة ساق ابن مسعود كناية بلاغية عن عظم قدر ابن مسعود وليس الميزان. طيب كيف حتى عن ذلك والرسول هو الذي نص قال لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، كيف أحيد عن هذا النص؟ فإذا كان هناك من الفرق الزائغة التي تنكر الميزان قالت قولا لست ملزم باتباع مع ظواهر النصوص، ولذا ذكرت فيما صدر به الكلام أن من معتقدات أهل السنة والجماعة إثبات الميزان للأدلة الكثيرة التي سمعتم والتي منها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هناك فرق تنكر الميزان وتقول إن الله ليس بحاجة إلى أن يزن أعمال العباد، ولكن معتقدات أهل السنة إثبات الميزان، وكل ما ورد فيه نص أنه يوزن فنحن معه. فإذا قلت إن النبي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كيف توزن الكلمات؟ الله أعلم كيف توزن، العلم بذلك موكول إلى الله. كيف توضع لا إله إلا الله في كفة وتثقل بها؟ العلم بذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هل أعمل ألبوم للاحتفاظ بالصور للذكرى؟ ما صنع النبي شيئا من ذلك، ولو وكان التصوير في زمن الرسول بدليل الأحاديث التي وردت في النهي عنه، ولم تنقل لنا صورة رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولم تنقل لنا صورة أبي بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح أراد أن يدخل الكعبة فرأى بها صورا لمريم عليه السلام وللخليل إبراهيم عليه السلام ولإسماعيل صادق الوعد عليه السلام، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل هما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما استقسم بالأزلام قط، وأبى أن يدخل الكعبة حتى تمحى هذه الصور. وهذا في البخاري، لو كانت في زمننا لقالوا آثار لابد أن نحتفظ بها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يدخل الكعبة حتى محيت هذه الصور. ومن أدراك أنها صورة الخليل أيضا، هذا شيء إضافي. ما أدراك، هل تتصور أن مريم عليه السلام كانت متبرجة؟ هل تتصور ذلك؟ لا يرد على بالنا أبدا، إلا أنها صديقة كريمة تقية قانتة لله سبحانه. فتأتي الآن صور لها عند النصارى يعلقون واحدة متبرجة حاسرة عن ثديها أو حاسرة عن صدرها حاسرة عن شعرها، واحدة متبرجة، ظننا أن هذه ليست مريم أبدا، مريم عفيفة متعففة ليست بالمتبرجة، بل هي صديقة عليها سلام من الله وعليها رضوان من الله سبحانه وتعالى. فالكلام من عدة وجوه، الوجه الأول المنع من التصوير لغير حاجة وضرورة، الوجه الثاني من أدرانا أنها صور المذكورين، الوجه الثالث الفتنة التي تحدثها في الناس هذه التصاوير، فآلت بقوم إلى أن عبدوا أشخاصا قد ماتوا لما صوروا لهم تلك التصاوير، بل وصنعوا لهم بعد التصاوير أصناما، بل وبعد صناعة الأصنام عبدوا تلك الأصنام، على ما يذكره جمهور المفسرين في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والله أعلم. ماذا علينا أن نفعل إذا علمنا أن الخطيب أمليت عليه الخطبة؟ هل نترك الجمعة أو نصليها؟ لا تترك الجمعة،
فأولا قد تكون الإملاءات صحيحة، يعني قد يكون الخطيب أمليت عليه خطبة صحيحة ترضي الله، فمثل هذا لا يحتاج إلى نقاش، خلاص هو يقرأ شيئا يراه مقربا له من الله. وقد يملى عليه شيء خطأ أو مخالف للشرع أو فيه مداهنة أو فيه مجاملة، فإثمه على نفسه. وإن تكرر هذا منه فذهب إلى مسجد فيه خطيب صالح يخشى الله ويتقيه ولا يتزلف ولا ينحني، إنما يقول كلمة الحق، لا يخشى في الله لومة اللائمين، لا يخشى في الله لومة اللائمين. فإذا كان الخطيب أتته الخطبة مكتوبة فيها شيء محرم لا يجوز له أن يغش الناس، لأنه سيقف بين يدي ربه فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فإما أن يعتذر عن الخطبة أو يكيفها التكييف الذي يرضي الله ويوصفها التوصيف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أما أن يغش الناس ويضل الناس فعليه إثمه وإثم من أضلهم والله أعلم. أما خطبة صلاتك صحيحة حتى إن كان هو أضل الناس فصلاتك صحيحة أنت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن الأفضل إذا وجدته شخصا مريض القلب متزلف يقلب الأمور ويجعل الحق باطلا والباطل حقا أو ينشر معتقدات فاسدة، ابحث عن إمام آخر صلي خلفه وابتعد عن موطن هذه الفتنة التي بها قد يصرف أشخاص عن دينهم والله أعلم. يقول: في شفاعة المؤمنين لإخوانهم من أهل النار، كيف يعرفونهم حين يذهبون ليخرجونهم من النار وقد تغيرت أوصافهم وأشكالهم في النار؟ حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، آثار السجود ما زالت باقية، فيعرفونهم بذلك. هل يصح لمن أتوسم فيه الصلاح أن أقول له: إذا دخلت الجنة فاشفع لي عند الله؟ نعم يصح ذلك، ولكن ليس على سبيل القطع بأنه سيدخل الجنة، إنما إذا أكرمك الله وشفعت أذن لك في الشفاعة فاستأذن لي أن تشفع لي. مثله قاله جليس لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: عاده رجل في مرض موته من التابعين وطلب منه شيئا من ذلك، فقال عبادة بن الصامت: لئن شفعني الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لأشفعن لك إن شاء الله، لئن شفعني الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. هل يجوز صيام من أيام قضاء دون تبييت نية مسبقة؟ الفروض يلزمها تبييت النية من الليل عند الجمهور، أما التطوع فلا. يسأل عن حكم دخول الخلاء بالمصحف. الأولى لا تدخل بالمصحف، لكن إذا كان المصحف سيسرق وضعته في مكان آمن محكم لا يصاب برائحة كريهة ولا بلوث ولا بأذى، فبدل من أن يسرق نختار أخف الضررين. وكما هو معلوم فإن من القواعد اختيار أخف الضررين إذا تزاحمت علينا الأضرار، واختيار أعظم المصلحتين إذا توردت علينا المصالح. فإذا كان هناك أمران كلاهما ضرر ولا بد أن أقع في واحد منهما، فسأختار الضرر الأخف. إن كانت هناك مصلحتان وأنا مخير أختار المصلحة الأعظم. نريد منك
ثلاثة أدلة على الأول. اختياره أخف الأضرار قول الخضري في شأن السفينة، السفينة إما أن تصادر وإما أن تخرق، فالخرق أيسر، اختار الخرق. وكذلك قتل الغلام. وثالث المطلقة المختلعة، عفوا المختلعة، إما أن تبقى مع زوجها وتقصر في دينها ولا تقيم حدود الله، هذا ضرر، أو ترد إليه المال وهذا ضرر، ضرر المال مع ضرر ديني، فاختارت ماذا؟ الضرر المالي للحفاظ على دينها. نعم. وأكل الميتة، إما أن تهلك أنت وإما أن تأكل الميتة، فاخترت أخف الأضرار. وفي المقابل أعظم المصلحتين. ماشي. لولا أن قومك حديث وعد بكفر لنقضت الكعبة. فالتأليف مصلحة، وبناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، فاختار أعظم المصلحتين هو التأليف بين القلوب. نعم. وأعطى الأموال المؤلفة قلوبهم يدخل في الأول. نعم. حذيفة لما قال الرسول لا تزعرهم علي، ورأى زهر أبي سفيان أمامه وأراد أن يطعنه، ولو طعنه لقتله، لكن قال النبي لا تزعرهم علينا. فهنا مصلحة طاعة رسول الله ومصلحة قتل أبي سفيان، فاختار المصلحة الأعظم وهي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.